أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء أن ثلثي مزدوجي الجنسية حصلوا على جنسيتهم السويسرية عبر التجنس، في حين أن الثلث فقط كانوا سويسريين عند الولادة. وبلغت نسبة السويسريين مزدوجي الجنسية 19% من إجمالي عدد السكان، لكن صعوبات كبيرة تواجه المهاجرين الذين قدموا من بلدان مختلفة لا سيما في السنوات العشرة الأخيرة. الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة لنا نحن القادمين من خارج القارة الأوروبية. هناك الكثير من أصحاب الجنسيات المزدوجة، وإنه لشيء جيد أن يسمح بهذا في البلاد، لكن أرجو بالمقابل تسريع الإجراءات لطالبي الجنسية، فهي تختلف من منطقة لأخرى. ويحمل معظم مزدوجي الجنسية جواز سفر إيطالي بنسبة 23%، يليهم الفرنسيون والألمان، وكلها دول مجاورة لسويسرا، في حين أن الأمر ليس بهذه السهولة للجنسيات الأخرى، فالجنسية العادية تحتاج لإقامة 6 سنوات على الأقل، والقرار يعود للبلدية أو الكانتون الذي يقيم فيه المهاجر. أنا فرنسية وأحمل الجنسية السويسرية، لدي فرص عمل أكثر هنا مقارنة مع غيري. هناك اختلافات بعض الشيء لكنها جيدة بالعموم، فالفرص أكثر بطبيعة الحال، وهذا تنوع إيجابي ويعود بالفائدة على الجميع. خففت سويسرا في عام 2018 من شروط الحصول على الجنسية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 25 عاما أو أقل، والذين يعيشون في سويسرا ولديهم صلة وثيقة بالبلاد، على أن يكون مندمجا جيدا وأن يعرف العادات والأعراف السويسرية وألا يعرض أمن البلاد للخطر. يتطلع المهاجرون من غير القارة الأوروبية للحصول على الجنسية السويسرية، لا سيما العقد الثاني من المهاجرين والذين يعانون من صعوبات كبيرة في اللغة والاندماج، فضلاً عن صعوبة الاستقرار في بلد يعد في مقدمة البلدان من حيث غلاء المعيشة وارتفاع تكاليفها. فادي الأصمعي، اليوم، جنيف.